بس نبدأ. هنبدأ النهاردة، هنكمل درسنا اللي هو النرسري الطاقة. عندك سؤال في الحاجة اللي فاتت؟ لا تمام. احنا المفروض في الفقرة الستة صح كده ولا غلط؟ الخمسة الخمسة. يلا بينا الخمسة. نبدأ، بسم الله نقرأ. في ذلك الوقت لم يكن يحتاج أكثر من إشراقة الشمس تمنحه بعض الطاقة، وهيبة الريح تدفع مراكبه وتوهج هوائية، ومع نمو الاقتصاد العالمي والتكالب على موارد الطاقة بمعدلات غير مسبوقة وخرجت تفتكر كلمة الموارد التكالب معناها ايه يا عمر؟ التكامل ان شخص او مجموعة اشخاص إسراف عايزين ياخدوا شيء بالقوة صح؟ في الموارد المطلوبة. ممكن اصرار او ممكن التسابق على الشيء. يبقى التكالب هو التسابق على الشيء أو الاندفاع أو الإصرار. تمام. يلا على موارد الطاقة بمعدلات غير مسبوقة، خرجت الموارد المتجددة من المنافسة، ادفع عدم استمراريتها، وضعف البديل العالمي في توفيرها عند طلب بشكل منافس. يجد البترول المناخ الملائم للسيطرة على الساحة كلها بديلا جاهزا لتقديم الطاقة غير عند الطلب. فدارت السيارات ونفثت طائرات دخانها وشحنت الكهرباء حاسب الهاتف، وصار البترول في أعصاب الاقتصاد، فدارت الماكينات في كل مكان، وسيطر البترول على ساحة الطاقة متحديا وهاتفا هل من منافس؟ تمام. يبقى هنا الفقرة دي ممكن نحط عنوان رئيسي ايه؟ ايه؟ ايه العنوان اللي ممكن نحطه هنا؟ أو الفكرة الرئيسة ايه؟ البترول، صار البترول المصدر الرئيسي للطاقة. ممكن البترول المصدر الرئيس للطاقة. تمام. طيب، او مثلا بدل ما احط المصدر الرئيسي للطاقه اقول ان هو عصب الحياه. الاثنين نفس المعنى، بس مره استخدمت تعبير حقيقي ومره استخدمت تعبير مجازي. فاهم الفرق؟ ما هو يعني انت العنوان اللي انت حاطه انت مستعمل تعبير حقيقي اللي هو البترول مصدر الطاقه الرئيس. لو انا شلتها وحطيت عصب الحياه هو نفس المعنى بس مستخدمين تعبير مجازي. طيب، ايه الفكر الفرعية اللي موجودة في الفقرة دي؟ ايه الفكر الفرعية يعني هنقسمها قديما وجديدا. قديما كان حاجة الإنسان للطاقة محتاج كميات كبيرة ولا جزء بسيط من الطاقة يكفيه؟ جزء بسيط، يبقى ممكن نقول ايه في الفكرة الأولى؟ يحتاج الإنسان قديما مصدر يحتاج محدود. الإنسان مصدر من المصادر قليلا. لا، ممكن بدل مصادر قديمة طاقة محدودة مثلا، يحتاج إلى طاقة محدودة. يبقى يحتاج الإنسان قديما إلى طاقة محدودة. طب وإيه العنوان الفكرة التانية؟ يعني مصادر الطاقة القديمة مع الوقت ومع النمو الاقتصادي قدرت توفي احتياجات الإنسان؟ ايوه لا. إزاي؟ كان الأول الشمس، الرياح بيحرك بيها المركبة، أو طاحونة الهواء يطحن شوية دقيق. الشمس والرياح دول بقوا يعرفوا يشغلوا مصانع دلوقتي؟
لو هما فعلا بيكفوا ما كناش هنتصارع ونحارب بعض على النفط، صح ولا لا؟ معايا يا عمر؟ ايوه لو احنا واقفين في حتة احنا مش عارفين هل الطاقة القديمة دي كانت تكفي ولا لا؟ لو كانت الطاقة بتاعت الشمس والرياح كانت بتكفي، كانت هتقوم حروب عشان بترول؟ لا، عشان يبقى هي، بترول. ايوه يبقى احنا مع الوقت بقت الطاقة المحدودة دي لا تكفي للتطور الاقتصادي، يبقى لم تفي، تفي يعني توفي يعني تكفي مصادر الطاقة من غير النفط اللي هي الرياح والشمس والحاجات دي اللي هي القديمة. بمتطلبات النمو الاقتصادي. تمام كده الفقرة دي؟ تمام. طب عندك فيها أي سؤال؟ لا همسح الكلام ده، تمام؟ تمام يلا بينا الفقرة الثالثة. مضت سنوات يعني ايه وسنوات مضت يا عمر؟ مضت عدت عدت ومرت. سنوات وسنوات تغلغل فيها البترول والغاز داخل أدمغة رجال الصناعة ومصممي محطات الكهرباء وطالبي مصادر الطاقة استشرى، يعني ايه استشرى؟ استشرى هذان الشريكان في دقائق حياتنا. استشروا يقول لك استشرى في كل تفاصيل حياتنا، يبقى معناها ايه استشرى دي؟ بص اقول لك حاجة، حتى لو مش عارف معناها كمل. بص بقى، كعنكبوت مدت خيوطها في كل اتجاه. يعني الشرع يعني لا مش الشراء، لا بيقول لك ان مصادر البترول والغاز بقى هما اللي ايه، اي حد بيصنع بيحتاجهم. اللي بيصمم محطة الطاقة ما بيفكرش الا فيهم. مع الوقت انا مش عارف كلمة استشرى، انا ببحث عن معناها من سياقها فحشلها او اشوفها هي في معناها بتدي ايه. استشرى هذان الشريكين اللي هم البترول والغاز في دقائق، دقائق معناها تفاصيل، تفاصيل الحياة، في تفاصيل حياتنا كعنكبوت مدت خيوطها في كل اتجاه. يعني تشبه استشرى دي، تشبه العنكبوت، يعني هو شبه البترول والغاز الطبيعي وهم بيستشروا في كل تفاصيل حياتنا زي العنكبوت اللي بيمد خيوطه في كل اتجاه. ماشي مستمع؟ بقول ماشي هاي تبقى استشرى معناها ايه بقى؟ مخمنة من سياقها كده. طب هو يقصد يقول ان البترول والغاز الطبيعي عمل ايه في حياتنا، او ايه في حياتنا؟ غير يعني بص، تخيل ان انت هتشيل كلمة استشرى وهتحط كلمة تدي نفس المعنى في الجملة دي. فقد نقط هذان الشريكان في حياتنا كعنكبوت مض خيوطي. ايوه تفتكر استشرى ممكن تبقى ايه؟ غير غير؟ لا هو هنا مش بمعنى غير، بس تمام فكر في كلمة تانية او في حاجة تانية. هو ما غيرش حياتنا، هو هنا ما يقصدش انه غير حياتنا،
العنكبوت بيمد خيوطه في كل اتجاه، ما بيغير، مش غير، فاهم؟ أفسد مش سامعة؟ أرسى، أفسد أفسد، ولا يقصد بها أفسد. معلش احنا هنحاول شوية بس هنوصلها، هي بسيطة بس محتاجة تفكير شوية. ها يعني احنا فكرنا في أفسد، لا ما تنفعش، ولا غير. طيب هتحاول ولا أقول أنا؟ طولا طولا طيب انتشر وتغلغل، انتشر وتغلغل، يعني العنكبوت بيعمل خيوطه في كل ناحية في كل اتجاه وبيتعمق في تفاصيل حياته، فانتشر وتغلغل. تمام يلا نكمل. تمام. استشرى هذان الشريكان في دقائق حياتنا كعنكبوت مدت خيطها في كل اتجاه، لنعلق به كفرائس حسية، لنعلق بها، لنعلق بها كفرائس هشة هشة. سحر. يعني ايه هشة؟ ما باهتة باهتة، هو تعبير جميل، يعني لو اتحطت مكان الجملة دي تبقى جميلة جدا، بس هي مش معناها هشة، مش معناها باهتة. انت في كلمة هشة دي مصنع سمعناها قبل كده صح؟ بنستخدمها في حياتنا صح؟ خشنة. خشنة. احنا لما بنتكلم ونقول كلمة هشة بنوصف بها ايه؟ ايه الشيء اللي بنوصفه انه هش؟ غير قابل للتغيير. لا لا، الهش هو الضعيف. ما تمام. يلا نكمل. وغاب عنا أن خلف بيت العنكبوت تكمن طرقات تكمن متشددة. تختبئ، تكمن يعني توجد وتختبئ. ماشي. طاقات متجددة ما غابت عن سطح الأرض، تمدنا بالدفء الذي نحتاجه الشتاء وبالنسمات صيفيا، وده بأمس صيفيا صيفا. طاقة قوامها أشعة الشمس التي من دونها ما نتج البترول أو الغاز. وليتساءل أهل الاختصاص، أي مستقبل ينتظرنا في ظل سحب كربون تخشانا الصباح يعني المسلم ايه صباح مساء؟ تخشن؟ يعني ايه تخشن؟ أنت تخافنا؟ لا، الخشية المعنى الخف. الله ينور عليك، فعلا في فرق بين تخشى دي معناها تخاف، وتغشى هي السحب الكربونية مش بتخاف مننا صح؟ مايو أمال ليه بقى مقصود بيها؟ تقتلنا. تقتلنا؟ لا مش تقتلنا برضه، تسممنا. هي بتسممنا صح، بس مش مقصود بيها كده برضه، معلش. بص في القرآن ثم الكريم جاية يغشى بالغين دي جاية ازاي؟ إذ يغشيكم النعاس آمنة ليظن يظلل، صح، هي يخشى يعني يخاف، أما يغشى معناها يغطي ويظلل ويحيط، صح، هي أقوى أقوى معنى إن هو يغطي. ولو بما إني بوصف سحب يبقى ممكن يظلل.
ممتاز شاطر. بس هي كلمة يخشى أصلا معناها يغطي، بس حلو، برافو يا عمر، كمل. لا مش هو أي مصير نلقاه عندما تجف البئر وتخرج أيدينا البئر خاوية اللي بيقصده هنا، مين؟ ايه البئر اللي بيقصده هنا؟ هو بيقول ان احنا اعتمدنا اعتماد كبير قوي على طاقة البترول والغاز، ونسينا ان في طاقات تانية موجودة ومتاحة اللي زي الشمس والكلام ده كله. الطاقة دي كانت سبب في سحب كربونية، وفي نفس الوقت ايه اللي هيحصل لما البئر يجف؟ انهي بئر اللي بيتكلم عنه هنا؟ بيرمز لإيه بالبئر؟ هنا خيال، صور إيه بالبئر؟ لإيه؟ صح، القطعة أو الدرس بتاعي ما بيتكلمش عن البخور، حاجة هي موجودة في يعني البئر ده رمز لحاجة موجودة جوه الدرس بنتكلم عنها. لنور بئر البترول، هو بيتكلم عن البترول، يعني إحنا اعتمدنا على البترول، والبترول والغاز الطبيعي كانوا سبب في ضرر. طيب واعتمدنا عليهم اعتماد كلي، طب ايه اللي هيحصل لما بترول الارض كله، ما هي طاقه محدوده مهما كانت ضخمه هي مسيرها الزوال هتخلص. طب ايه اللي هيحصل وايه مصيرنا بعد ما اعتمدنا على البترول لما البترول ده يجف بقى؟ تجف البئر، البئر هنا رمز للبترول. يلا حابين نكمل؟ يلا يلا مثل نقاط تجف بئر وتخرج أيدينا خاوية دونما قطر بترول، من هذين السؤالين تنشأ حاجتنا إلى وضع تصورات عن مستقبل الطاقة، ذلك المستقبل الذي يظن وإن بعد مرهونا بما نفعله اليوم، أليس ما نحصده ناتج عمل الأمس؟ نتاج عمل الأمس، تمام. إيه العنوان اللي ممكن نحطه هنا؟ العنوان أو الفكرة الرئيسة اللي بتدور حواليها الفقرة دي بتتكلم عن إيه أساسا؟ تغير البترول العالم. هو مش بس غير بترول العالم، هو المفروض الواجب على الإنسان إنه يعمل إيه؟ يعني هو يقصد في الفقرة دي يقول لنا إحنا أهم حاجة المفروض نعمل المرحلة الجاية. توفير البترول. البترول ولا ندور على مصدر تاني غير البترول؟ في ده هو مصادر بيقول تانية. لك ان البترول عامل زي العنكبوت اللي بقى مسيطر علينا، واحنا لازم نتخلص منه، يعني لازم ندور على شيء تاني الكهرباء. ايا كان بقى. يبقى هو هنا في الفقرة ينبغي على الانسان ان يضع تصورات للمستقبل، مستقبل خصوصا المستقبل اللي هيحصل بعد ما يفرغ البترول. كل الحروب اللي بتحصل بتحصل ليه؟ لان كمية البترول محدودة، معينة محدودة. طيب والناس كل يوم بتحتاج ازيد من اليوم اللي قبله، والكميه دي بتنقص، فكل ما بتقل الموارد كل ما بتزيد الحروب على مر التاريخ. كل مش بس بترول، اي مورد قليل الناس كتير محتاجاه هيحصل ايه؟ تحصل حروب. طيب المورد القليل اللي احنا بنتخانق عليه ده هيخلص، يبقى لازم نحط تصورات للمستقبل. يبقى ايه؟ بص بص، الجمله دي تعتبر ممكن ايه؟ وضع تصورات على المستقبل خصوصا بعد ما يجف ايه؟ البترول. يبقى ممكن العنوان الرئيس هنا ينبغي على الإنسان وضع تصورات للمستقبل بعد مرحلة الايه؟ النفط والغاز الطبيعي، ان المرحلة ان النفط والغاز الطبيعي وكل العيوب وكل المميزات هي مرحلة وكده كده هتخلص. فانا ما استناش ان البترول يخلص وابدا ايه امر بكارثه عالميه، ان انا يبقى من دلوقتي عندي تصورات للي هيحصل بعد مرحله الايه النفط والغاز. تمام، فاهمني؟ أيوة. تمام. عايزين بقى الفكره الرئيسه، يعني ايه؟ فصص لي القطع دي لعناوين جانبيه. ثانية، انت قلت تعمل ايه؟ يعني ايه؟ طلع لي الافكار اللي دارت حواليها الفقره دي، هنطلع الافكار اللي كانت بتتكلم عليها اللي هي الفكره الفرعيه. توفير البترول.
مرحلة ما بعد البترول، ثانية ما بعد النفط والغاز. احنا بنقول ايه بقى؟ بنقول ايه بقى؟ ها تغيير البترول على شيء نفضه، معلش انا مش سامعاك، وضح صوتك شوية. تغيير البترول لمصدر طاقة صديق للبيئة. حلو تمام، ان ضرورة ان انا اغير، يبقى احنا او طب ثانية، ما قبلها اتكلم عن نقط تانية زي ان هو مضر اصلا، انه مش صديق لبيئة، صح؟ أيوه يبقى دي عن نقطة فعلا، بس النقطة دي كانت الاخيرة او اللي قبل الاخيرة، صح؟ الله ينور عليك. بس في قبلها حاجات تانية اتكلم عنها، يعني مثلا اول 3 سطور كان بيتكلم عن ايه؟ ثانية، ايه اول 3 اسطر كان بيتكلم عن ايه؟ أول تلات أول 4 سطور؟ أول 3 سطور انتشار البترول، انتشار البترول. في ايه؟ في حياتنا. أيوه جميل جدا، حياتنا. طيب هنا السطرين دول، يعني من اول هنا كده لغاية السطر ده بيتكلموا عن ايه؟ من هنا يعني من اول وغاب عنا لغاية العلامة بقى. البترول بدأ يختفي. لا هو هنا هيبدأ يكلمنا عن مصدر طاقة تاني غير البترول، ايه هو؟ اقرا عشان نعرف ايه مصدر الطاقة اللي اتكلم عنه. الفقرة دي بتتكلم عن ايه؟ مصدر للطاقة غير البترول. اقرا لغاية كهرباء. وخيرها، لغاية ما انا معلومة. الشمس. الشمس، يبقى نقول ان الشمس مصدر نظيف للطاقة، صح؟ ايوه طيب والسطر ده لوحده بيتكلم عن ايه؟ يعني انتشار غاز الكربون الصباح والمساء. انتشار غاز الكربون في الحياة، أو ممكن يكون أضرار لاستخدام البترول وخلاص. وآخر حاجة اتكلم عنها النقطة اللي أنت قلتها بقى، هنا دي أضراره أو الآثار الجانبية. آخر حاجة خالص ضرورة وضع تصورات للمستقبل، أو أدور عن مصدر تاني نظيف للطاقة، اللي يبقى الفكرة الفرعية، يعني إيه النقط اللي اتكلم فيها وهو بيشرح الفكرة الرئيسية. تعالى بقى هنتكلم عن السؤال بتاع استعمل كلمة في السياق الجديد. استشرى بمعنى قابلتنا، بمعنى اهي كانت اهي كلمة استشرى، شايفها؟ المعنى الرئيس بتاعها كانت الجملة بتقول ايه؟ فقد استشرى هذان الشريكان، قلنا معناها ايه، فاكر؟ استشرى انتشار. انتشار وتغلغل. الله ينور، حلو، مركز، مصحح، صح يا عم. طيب هل ليها معنى تاني؟ هل تعرف كلمة استشرى دي ليها معنى؟ يعني ايه معنى السياق الجديد؟ ان الكلمة كل ما بتتحط في سياق بيختلف معناها، هل ممكن تتحط بمعنى مختلف؟ ايوه ايه ممكن تعرفه؟ ممكن أوصف كلمة استشرى بمعنى لمع وتتابع البريق. ده أنا هبعت لك في آخر الدرس بعد ما تبعت لي الواجب فايل فيه كل التفاصيل.
فمكتوب انا كاتبه ان استشرى معناها لمعان والبريق او تتابع البريق، وكمان في معنى تاني انا مش كاتباه اللي هو اشتعل، بس ده انا مش كاتباه. تمام، يبقى انا المعنى الجديد في هيطلب مني ايه؟ حطها في سياق جديد بمعنى جديد. فممكن نقول مثلا اوصف البرق، استشرى البرق في تلك الليلة، يعني ايه؟ ليه بريق متتابع. تمام، تمام، طيب محتاج حاجة من هنا ولا امسح؟ لا مش محتاج حاجة. طيب فاكر الكلمات المقترضة؟ الكلمات المقترضة اه، لما كنا بناخد درس تقريبا النمر اتكلمنا يعني ايه كلمات مقترضة. آه لا لا، كنا بناخد درس بيتكلم عن مكان معين انا مش متذكراه، وقلنا مشيرب. ايوه مشيرب، ساعتها قلنا يعني ايه كلمات مقترضة، وساعتها طلعنا كلمة من الدرس، كلمات كنا مطلعينها مثال على النموذج الكلمات المقترضة. ها افتكرت ولا مش فاكر برضه؟ لا مش فاكر. مش بتذاكر ولا ايه يا عمر؟ مش بتراجع؟ الكلمات المقترضة هي كلمات بناخدها من لغة أخرى بنبقي عليها بنفس اللفظ ونفس المعنى، يعني باخدها من لغة تانية وما غيرش معناها، زي كلمة طابور، هي كلمة مش عربية بيقابلها في اللغة العربية صف، زي كلمة باص، يعني انت بتقول انا ركبت الباص، احنا بنستخدمها دلوقتي هي كلمة أجنبية صح؟ أيوه. بس احنا العرب بقينا فاهمين معناها، بقينا بنستخدمها، ولو قلتها قدام حد هيفهم معناها، فبقينا بنستخدمها وبيقابلها في اللغة العربية كلمة حافلة، وهكذا. ان انا باخد الكلمة من لغة أجنبية وبستخدمها، يعني انت لو كلمت حد دلوقتي المفروض بالعربي هيفهمك. طب انا دلوقتي لو هكلم حد وقلت اقول باص ولا اقول حافلة، احنا بنستخدم ايه اكتر؟ عفوا، حافلة؟ لا حد بنستخدمه اكتر. بص بالظبط كده، ده بالعكس انت ممكن تقول حافلة قدام حد مثلا مش متعلم ما يفهمكش. فهنا اوقات الكلمات المقترضة دي، وعلى فكرة مش في اللغة العربية بس في كل لغة، هي اللغة زي جسم حي، كائن حي ما اقدرش اقفل عليه. طول ما الناس بيتعاملوا مع بعض اللغة بتتغير، بتاخد وتدي، كل لغات العالم كده. فالكلمات المقترضة مثال على ان اللغة دي كائن حي، ان احنا بناخد كلمات وبيبقى ليها استعمال زيها زي نفس استعمال اللغات الكلمات الاصيله. طيب عايزين نطلع من النص 4 كلمات مقترضه، تعالى ناخد انهي فقره مثلا؟ الفقره السادسه اللي احنا فيها في كلمتين مقترضتين. الكترون البترول صح. هي كلمه اغريقيه بمعنى النفط، ده اللي بيقابلها في اللغة العربية. طيب في كلمة تانية، شاطر برافو عليك يا عمر. طيب الكلمة دي احنا انت فعلا مش هتعرفها ليه؟ لأن ملهاش نظير في اللغة العربية، احنا بنستخدمها واحنا ما عندناش كلمة ليها مقابل ليها. كلمة الغاز هي كلمة أصلا إغريقية واحنا ما عندناش مقابل ليها في العربية، فهي صعب عليك إنك توصل لها. تمام، يبقى كلمة كربون. البترول وكلمة إيه يا حبيبي؟ كربون الكربون صح، بس هي فين أصلا؟ مش شايفاه. آه أيوة، بس هي الكربون ده اسم مركب، يعني أنا ما أعتقد أسماء المركبات ما أعرفش تنفع كلمة مقترضة ولا لأ، لأن دي اسم مركب، فاللي بيكتشفه هو اللي بيطلق عليه الاسم، فعامل زي أسامي النجوم مثلا، اللي بيكتشفها بيطلق عليها الاسم. هل بيبقى ليها نظير في اللغات التانية ولا لأ؟ تقيل الكربون اسم كربون في كل لغات العالم، ولا إيه رأيك؟ أيوة. آه، فأنا رأيي لو اختار طلب مننا في الامتحان عندنا هم كلمتين نبعد عن الكربون دي، عشان فيها حوار كده احنا مش فاهمينه بالظبط. طيب يبقى الفقرة دي فيها كلمتين مقترضتين، الدرس فيه 5 كلمات أصلا. طلعنا كلمة نفط وهي كلمة إغريقية، آسفة، كلمة بترول وهي كلمة إغريقية مش عربية الأصل.
بمعنى النفط. وكلمة الغاز هي برضو كلمة إغريقية. تعال نشوف باقي الكلمات اللي موجودة. هقول لك فين، عايز أكبر عشان أشوفها كويس. آه، هنا في فقرة 5 في كلمة أجنبية أو مقترضة يعني. ممكن تروح ده احنا طلعنا بترول غير البترول بقى، خلاص. وصلت الحاجة؟ هقول لك أنهي سطر. ايوه طيب بص يا سيدي، هي في السطر آخر سطرين. أو شفت، مسهلة عليك خالص. ماكينة أيوة صح، كلمة يونانية بمعنى الآلة، يبقى هي أصلها يوناني بمعنى الآلة. طيب عندي كلمة المرة اللي فاتت انت، هنا كلمة الماركات، احنا انت سألتني عنيها فانا قلت لك اللي هي العلامة التجارية. ودي كلمة انجليزية، ماركة، تمام، كلمة انجليزية مقصود بيها العلامة التجارية، تمام كده. تعالى بقى نحل سؤال على الجزئية اللي احنا درسناها دي. لا انا مش عارف السؤال، كان في سؤال تاني غير ده. لحظة، لا معلش، لا هنا السؤال في حاجة تانية هنسأل فيها. الكلمات العامية، احنا قابلتنا كم كلمة عامية كان في سؤال عليها. طيب تعالى نرجع للدرس وبعدين نبقى نشوف فيه في انهي سؤال. احنا دلوقتي طلعنا الكلمات الايه المقترضة. في كلمات عامية، يعني ايه كلمات عامية؟ كلمة مش فصيحة بس بقت دارجة في اللغة العامية، استعملها الكاتب. بس احنا عايزين في انهي فقرة؟ هنا الفقرة الرابعة، في كلمة عامية حاول توصلها كده. كلمة عامية كبريت ده الكبريت، ده اسم مركب اصلا اتعمل منه. يعني عامية كلمة عامية، بص يا سيدي، اللغة ليها درجة، الدرجة الفصيحة اللي بنكتب بيها اللي هي لغة الكتابة، واللغة التانية اللي احنا بنتكلم بيها. يعني هل انا بتكلم معاك دلوقتي بنفس اللغة اللي ممكن اكتب بيها؟ لا لا بالظبط كده. اقول لك حاجة، هو انا المفروض طبعا اتكلم باللغة الفصيحة، بس انا بحس ان ده هيفهمك اكتر، والهدف دايما ان انت تفهم احسن، مش المفروض اعمل ايه يعني. فسيبك مني انا، انت بتتكلم اخوك بلغه، لو انت كتبت هل ممكن تستخدم نفس اللغه اللي بتتكلمها في يومك العادي؟ اللغه اللي احنا بنتكلم بيها وما بنكتبهاش اسمها عاميه، بس احيانا المفروض دي لغه مش لغه كتاب، بس احيانا الكتاب بيستخدموها، خصوصا لو انا بتكلم بكتب قصه مثلا، فعايزه الحوار يمشي على مثلا انا بوصف القصه او الابطال مثلا شخصيه ست بسيطه جهله، ينفع اخلي الحوار بتاعها فصيح ولا لازم ينزل في درجته شويه؟ يمكن تركت شوية بالظبط كده. ودي بقى اختلف فيها الكتاب، يعني نلاقي حد زي نجيب محفوظ بيتكلم، يعني انت تسمع الكلام كأن فعلا انت قاعد في حاره وسامع الناس بتتكلم، بس لو دورت عن اصل كل كلمه هي لغه كلمه فصيحه، بس هو بيستعملها بطريقه ما تحسسكش بانها ايه فصيحه، تحسها عاميه. ودي كان شيء بارع فيه ومش كل الكتاب بارعين فيه. بعض الكتاب يروح مستخدم الكلمات عامية زي مثلا طه حسين. طه حسين كل كلامه فصيح
بس في القصص بتاعته ممكن يحط كلمة أو كلمتين عامية. أنا الكاتب بتاعنا الكلام بتاعي كلام كله فصيح، يعني فصيح يعني لغة كتابة، بس حط في الفقرة الرابعة كلمة عامية، هل نوصل لها أنا وأنت؟ عود لا العود كلمة فصيحة. تمام، كم قربت ولا وصلها. ولا ولاعة معناها بقى في اللغة الفصيحة ايه؟ قداحة. اه مفاجأة. عشان كده الكاتب قرر يستخدم كلمة عامية، لأن الكلمة الفصيحة بتاعتها غريبة احنا ما نعرفهاش، فلو كتبها ما كانتش هتبقى واضحة، فعشان كده هو قرر يستخدم النظير منها في اللغة العامية. فاهم؟ تمام. طب السؤال ده عليه، يعني النقطة دي موجودة في الأسئلة بس أنا مش لاقية السؤال بالظبط، بس لو قابلك احنا خلاص عرفنا الإجابة. تمام، تمام. يلا رقم أربعة بقى، السؤال رقم أربعة أقرأه كده. وظف الكاتب بعض الكلمات المضطردة استخرج من الفقرة الرابعة كلمتان مقترنتان معادلهما في العربية كلمتان مقترنتان احنا طلعنا كتير، اختار اي كلمتين نكتبهم ونكتب معانيهم معادلهما يعني معناها. غاز وبترول تمام، ووقت بس غاز احنا مش هنعرف نلاقي معناه، فبلاش الغاز، قلنا يعني ملهاش معنى في اللغة العربية. طبعا حل معايا الأسئلة في كتابك عشان مهمة الأسئلة دي يا عمر. انت فاتحه معايا؟ ايوه تمام. بترو بترول، ومعناه البترول ايه؟ معنى وقود النفط. لا الوقود ده كلمة عامة، الوقود ده ممكن يبقى بترول، ممكن يبقى فحم، ممكن يبقى بخار. فاهم؟ تمام يلا من كلمة تانية. فحم ما الفحم. لا لا الفحم لو كلمة عربية. كربون لا كربون مش الكربون ده بيختلف، هل هي بقى أسماء المركبات تبقى مقترضة ولا لأ؟ أقول أنا كلمة؟ ماشي مك؟ المركبات هي العلامات التجارية. أقول لك حاجة، دايماً في الامتحان أنا ما أحطش حاجة كلمة ما أعرفش أجيب باقي السؤال، فاهمني؟ هنا بيقول لي حط اللي أنت عايزه، طب أنت هتحط مثلاً كربون، إيه نظرك بالعربي؟ هتحط كذا. يبقى فكر انت ايه اللي يسهل عليك، يعني ما تحطش حاجه انت تضايق بيها على نفسك يعني. طيب تعالى بقى نروح للسؤال. السؤال رقم 3. يلا يلا السؤال رقم 3 يا عم. طرح الكاتب في نهاية النص سؤالين مهمين حول ما يهدد مستقبل البشرية بسبب سوء استعمال الطاقة، ودعا إلى بناء تصويرات وحلول المشكلات المتوقعة. أجب عن سؤالي الكاتب مقدما تصورات نحو تعالى نرجع للدرس عشان نعرف ايه السؤال وممكن نجاوبه ازاي. عادي اخر الدرس في سؤالين الكاتب سألهم. أي مستقبل تنتظرون في ظل صحو كربون تخشان صباح الله ينور المساء؟ عليك. ايه المستقبل اللي هيحصل لو احنا فضلنا نستخدم البترول ففضلت سحب الكربون ما تقلش تتزايد؟ يبقى ده السؤال الاول. تعال نطلع السؤالين وبعدين نشوف هنجاوب ازاي. السؤال التاني فين؟ وأي مصير نلقاه عندما تجف البئر وتخرج أيدينا خاوية دونما قطرة بترول؟ ايه اللي هيحصل لما يختفي البترول؟ تمام، تعال نشوف.
ايه اللي هيحصل لو فضلنا نمشي بنفس المعدل بتاعنا وفضل الثقوب الكربونية كل يوم بتزيد؟ ثاني السؤال تاني، ايه السؤال تاني اللي هو السؤال الاول اللي احنا طلعناه، ايه مستقبلنا لو فضلت السحب الكربونية بتحيطنا ليل نهار وما بتقلش، بنفضل نستخدم بترول فبتزيد، فبالتالي مستقبل الارض هيبقى عامل ازاي؟ الغاز هيبقى سام هواء، شغلة الهواء يبقى تسمم للهواء، وبالتالي صحة الإنسان هيبقى إيه؟ صحة الإنسان سيء. يبقى ستسوء. أنت عارف ممكن بمنتهى البساطة نكتب إيه؟ يعني طبعا الموضوع مفتوح ليك أنت براحتك، ممكن ما تكتبش اللي أنا هكتبه، يعني أنا أقصد أسهل، ينتظرنا مستقبل مليء قاطع بالأمراض. يعني ايه ده؟ كلمة عبارة عن ايه؟ جملة هي فيها خلاصة كل الكلام اللي احنا بنقوله. طب ايه اللي هيحصل لو فضلنا، لو البترول خلص؟ يعني انا عندي كل المصانع بتاعتي، طبعا مش بتكلم عن الدول المتقدمة اللي هي ايه، مش بتكلم عن اليابان اللي ما بقتش بتستخدم بترول زي الاول، بتكلم عن العالم كله. العالم بما فيهم دول صناعية ضخمة معتمدة اعتماد كبير على البترول، مصانع كلها بتدور بالبترول، محطات الكهرباء بتدور بالبترول، كل الله على ما لحد علمي يعني كل شيء فيها بتدور بالبترول، وفجأة البترول ينتهي، ايه اللي هيحصل؟ نستخدم مصدر طاقة صديق للبيئة. صح، هو ده ضرورة حتمية، بس لغاية ما يحصل ده هل هننتقل من ده لده بسلام، ولا هيحصل خراب في النص لما أكون أنا معتمد على البترول وفجأة كل المصانع ما تلاقيش البترول؟ ما خلي بالك أقول لك حاجة، إن أنا عندي حاجة بتدور بمورد معين عشان أغيرها وأخليها تستخدم مورد تاني لازم أعدل، يعني مثلا لو عندي عربية بتدور بالبترول هخليها تمشي بالغاز الطبيعي، لازم بيتغير الموتور بتاعها أو الشيء فيها عشان تعرف تستخدم الشيء الجديد. لا لا ازاي؟ انا ما برضه انا ما اعرفش اللي عندنا، يعني ممكن العرب يعني اللي اعرفه كده، ان انا لو عندي حاجة بتدور، يعني ده ابسط حاجة، البوتاجاز لو بيمشي مثلا تستخدم الغاز اللي هو بين مورد معين عشان يستخدم مورد تاني لازم يتعمل له تعديلات. الخلاصة او ايا كان بقى، انت بتقول ان انا هستخدم مورد جديد، قبل ما استخدم المورد الجديد او قبل ما اوصل للمورد الجديد ده ممكن يحصل خراب، ممكن نتراجع، ممكن ما نعرفش نستخدم المورد الجديد اللي احنا بنتكلم عنه ده. تمام، تمام. هو الكاتب على فكرة هو يقصد هنا يخوفنا، يقصد يقول لنا ما نستناش لما البترول يجف. أول حاجة ليه؟ لأن البترول كل يوم بنستخدمه هو بيضر صحتنا. تاني حاجة إن إحنا لو فضلنا معتمدين عليه، هو يقصد هنا إنه يخوفنا، لو فضلنا معتمدين عليه ممكن يحصل إنه يجف فيحصل خراب. فاهم القصد من الجملة إيه؟ ايوه تمام، فممكن نقول نتراجع لنقطة البداية ويضعف الاقتصاد ويتراجع مستوى الحياة. وممكن النظرة الثانية، يعني برضو إجابتك مش غلط على فكرة، إجابتك صح جدا، من وجهة نظر متفائلة إن ده هيجبر الناس إنها تلاقي حلول سريعة إنهم يستخدموا مورد للطاقة. فممكن نكتب إجابتك، إجابتك على فكرة يعني أنت باصص من وجهة نظر مختلفة وصحيحة جدا، اكتب إجابتك أنا شايفاها كويسة. تمام، بس تكملها ان ساعتها سيجبر الانسان انه يجد استخدام مصادر الطاقه النظيفه. تعال نكتب انا وانت سوا، هكتب اجابتك معاك اللي هو سيجبر الانسان طب نروح عند المسألة. طيب ايه؟ نروح عند المسألة. طيب ودو السؤال 3 نص طيب ماشي، حاضر وزي. هو كان صفحة 99. أوه. أوه.
هو مكان العلامة هنا كان ده السؤال الأول أهو، جبت السؤال الأول وجبت السؤال التاني، هكتبها بقى في مكان. يبقى ده السؤال التاني، سيكبر الإنسان على إيجاد حلول لاستخدام مصادر الطاقة النظيفة. طيب تعالى بقى قدم حلول، ايه الحلول اللي ممكن نقدمها؟ على اساس ايه حوار الحلول ده؟ ان هو نظرته نظرة تخويف، ان انت لما اقول لك ايه اللي هيحصل لما ما نستخدمش او لما يتوقف البترول او يجف البترول هيحصل خراب، فهو دي وجهة نظر الكاتب. فهو على اساس ان دي وجهة نظره، ايه الحلول اللي ممكن نقدمها لو فعلا حصلت مشكلة بسبب الاعتماد على الطاقة او الاعتماد على البترول؟ اسف، هي عارف اقول لك حاجة، اجابتك هتنفع في الجزء الثالث. السؤال بتاعي قايم على 3 اجزاء، اجابة الجزء الاول اللي هو حكاية السحب الكربونية، واجابة الجزء الثاني ايه اللي هيحصل لما يجف البترول، والجزء الثالث ايجاد حلول. الاجابة اللي انت قلتها لايقة أكتر في الحتة بتاعت إجابة إيجاد حلول، يعني دي ممكن تبقى الحلول. والإجابة السؤال التاني خليها بقى النظرة المتشائمة بقى، فدي الحل أو الحلول أهي. وإن هنا إجابة السؤال التاني هتكون اللي هي وجهة نظر الكاتب، يعني ستتراجع باتجاه نقطة البداية ويضعف الاقتصاد ويتراجع مستوى المعيشة. عشان أنا لو كتبت إجابتك اللي أنت قلتها في إجابة السؤال التاني مش هلاقي حلول، ما هي ده الحل، فاهم؟ أيوه أول ما تخلص كتابة قول لي عشان ننقل للسؤال التاني. خلاص ماشي تمام، فاكر المعنى الضمني؟ أيوه تمام، لو أنا قلت لك المعنى الضمني لبيت شعر مثلا، انا هكتب لك بيت شعر وانت قول لي ايه المعنى الضمني فيه. العلم يرفع بيوتا، لا بيتا مش بيوتا، لا معلش، العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. قول لي انت المعنى الضمني هنا. العلم يرفع بيت إيه؟ لا عماد له، يعني لا اساس له. وجه يهدم بيت العز والشر بيتكلم عن ايه هنا؟ العلم يرفع بيت لا أساس له يعني الجهل لو انا مثلا خرجت للحياة ومعيش مثلا راس مال، او معيش اصل ونسب، او معيش قوة بدنية بس معايا علم، اقدر ابني بيهم نفسي. في حين بقى إنه ولنفرض واحد من بيت عريق ورث ثروة ضخمة بس جاهل، ممكن يهدم كل ده، صح ولا لأ؟ أيوه يبقى إيه المعنى الضمني؟ المعنى الضمني يعني المعنى الخفي اللي يقصده الكاتب من الصورة دي أو من البيت ده. بيان وتوضيح أن العلم له أهمية في الحياة ممتاز ويؤدي إلى الخراب ممتاز، 10/10، ممتاز.
إن العلم له أهمية عظمى والجهل قد يؤدي للضرر. تعالى بقى نجاوب على السؤال اللي بيسألني عن المعنى الضمني. في كان السؤال احنا عندنا رقم 2 صح؟ ورقم ثانية معلش انا عايزة نطلع السؤال عشان ما تجاوبش في حتة تانية انت ما يكونش معاك الكلام. خلاص تعالى نروح بقى للدرس. انا حاولت ادور على السؤال انا مش لاقي، هو لازم يكون في سؤال على المعنى الضمني بس انا مش لاقيه. تعالى هنا نطلعه من الدرس. بص يا سيدي، ماشي هنا قال، بص هنا لما قال ايه، بص هنا الفقرة دي تعالى نقراها من اول فين، من أول ترى. هنا كده تعال نقرأ الفقرة دي. ترى ماذا كان شعوره الأول لما رأى نار النار تندلع في العشب اليابس جراء حكة وحجرين بعضهما بعض؟ أكان حكة لهما بحثا عن وميض نار أم كان طلبا لشغل الفراغ؟ ايه المعنى أم الضمني؟ خلاص ماشي. صح، اغلب الظن انه كانها الاخرى، يعني حته اغلب الظن دي مهمه قوي. ايه المعنى الضمني؟ مخترع النار كان صدفة، يعني اخترع النار بصدفة أم هل الكاتب هو في الآخر قال أنا أعتقد إن هي كانت صدفة، هل الكاتب عنده دليل على الكلام ده؟ لا؟ لا، يبقى ممكن يكون فعلا زي ما أنت قلت إن اختراع النار ما كانش عندي شيء قاطع يقول لي كيف وصل الإنسان لاختراع النار. يعني هو إحنا عارفين الآلية اللي هو حك الحجر فخرج النار، طب إزاي فكر فيها؟ يبقى لا يوجد دليل قاطع يؤكد أن ذلك أو هي تلك الطريقة كانت سبب اكتشاف النار. يعني حتى حك الحجر ايه سببه؟ يعني ايه اللي خلى الرجل ده يحك الحجر؟ تمام. طيب تمام. تعالى بقى في سؤال صفحة برضو 100. لا السؤال ده اللي هو المربع ده بقى، تعالى نحله. اجب على ما هو مقصود. التفسير الكاتب لرحلة المصادفة التي مرضاها اكتشاف النار. بص اقول حاجه، عشان بس في جزئيه مهمه قوي لازم اشرحها ومش عايزين نعمل درس يعني جزء ثالث. السؤال ده واجب، يبقى سين 2 صفحه 99 واجب. تمام، مين؟ سين 2 صفحه 99 واجب. تمام، اللي هو المربع. تعالى بقى هنتكلم عن التعبير المجازيه. ايه التعبير المجازيه اللي موجوده؟ التشبيه والاستعاره والكنايه والمجاز. طيب بس المجاز المرسل مش عليك، بس يعني هو انا اقصد لو هتكلم انت خدت التشبيه والاستعاره في حاجه بقى المفروض مش هتاخدها، يعني مش عارفه هتاخدها في سنه كام بالظبط، اسمها التشبيه الكنايه والمجاز برضو تبع الخيال، بس هي لسه ما خدتهاش. اللي علينا وهنستخرجه التشبيه والاستعاره. طيب لما نقول في الفقره السادسه اللي احنا كنا فيها، استشرى هذان الشريكان فيها دقائق حياتنا كالعنكبوت. ايه نوع الصورة هنا؟ طبعا ده تعبير خيالي او مجازي. نوع الصورة هنا ايه؟
صورة خيالية. ايوه يعني تشبيه ولا استعاره ولا كنايه؟ ما هو خيال تمام، بس برضو ايه نوع الصوره؟ تشبيه. تشبيه صح. نوع ايه؟ هنا انا عندي كام ركن، اول حاجه مشبه ومشبه به صح، لا يواجه شبه واداه تشبيه ولا لا؟ ما فيش وقت ده بقى. بس في لا اداه، يبقى نوع الصوره كده ايه؟ من مجمل صح. طب لو قال لي بين دوره ان انا بشرح، يعني بين دوره يعني اشرح، هنقول ان هو بيوضح مدى تغلغل البترول في حياتنا كالعنكبوت، اللي هو بين دور التشبيه يعني يشرحه، فاهم؟ بيان وتوضيح انتشار البترول حياتنا برسم كان بصوره وكانها عنكبوت. طب تيجي بعد كده عندي، طب بدل ما اقعد ادور انا هكتبها هنا، سيطرة البترول على ساحة الطاقة متحديا. هو البترول ممكن يسيطر ويتحدى؟ لا لا. يبقى كده نوع الصورة ايه؟ استعارة. استعارة. ممتاز. استعارة ايه؟ مكنية. 10/10. ممتاز. دوره برضه نفس الحكاية، الوصف. أعطى الكاتب صفتين بشريتين للبترول، وهي السيطرة والتحدي على سبيل التشخيص. طيب هو احنا كده برضه هنحتاج حصة، يعني ناخد جزء تاني من الدرس المرة الجاية. أنا عايزاك تبعت لي ايه اللي أنت خدته في المدرسة، يعني لو خدت حاجة احنا مش شرحناش ابعت لي، عشان هي اللي أبدأ فيها، فاهمني؟ ماشي تمام. يبقى أنا إيه الحصة الجاية هاخد جزء أكمل فيه الدرس ده بإذن الله، والله أنجزنا نبدأ في حاجة جديدة، فاهمني؟ يبقى أنا عايزة أبقى عارفة أنت إيه اللي خدته في المدرسة مثال بيقني فيه، عشان إيه أكون مجهزة المرة الجاية. تمام؟ تمام. تمام. بس ما تنساش ماشي، وعندنا الواجب إحنا اتفقنا عليه سين 2 صفحة 99. تمام؟ تمام. يلا مع السلامة يا باشمهندس. بس عندي سؤال بسيط، اتفضل. المفترض أعمل إيه في الواجب؟ حلو تبعت. لا أنا عارف إزاي أعمله بس أنا مش فاهم، يعني السؤال المطلوب مني أعمل إيه؟ انهي واحد؟ احنا خدنا كذا سؤال. انهي واحد ده؟ تسعة المربع وتسعين ده؟ بص أيوة سيدي، حدد. هو سؤال بس هو عامله في شكل مربعات، بس هو سؤال عادي. حدد تفسير الكاتب لاكتشاف البترول عن طريق حك الحجر، وكان اللي هو عادي استنتج نوعين للطاقة. انت فاهم؟ هو سؤال عادي بس هو قسمه على نصين بس، فاهم؟ الجديد معنى الضمني، احنا خدنا يعني ايه معنى ضمني صح؟ أيوة الحاجة الجديدة فسر يعني اشرح بس كده، او قول السبب. فسر يعني اشرح او قول السبب، يعني ايه؟ هو سؤال عادي بس هو ده كده على بعض سؤال، بس هو قسمه على مربعين بس، سؤال عادي جدا اهو، فاهم؟ تمام. بس هو بس ايه بقسمه اللي مطلوب وبيتكلم عن ايه، فقرتين بس مش اكتر. ايه تاني عندك اي سؤال تاني؟ ماشي حاجة، اشوفك بخير المرة الجاية ان شاء الله يا عم. مع السلامة يا